أعزائنا متابعين تقص العرب، أسعد الله مساءكم. تتأثر المملكة في الأيام القادمة ويوم الغد تحديدا بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الرابعة بمشيئة الله. للحديث أكثر عن هذا المنخفض معنا الزميل أسامة الطريفي، مدير العمليات الجوية في مركز تقص العرب. أسامة مساء الخير. أهلا، مساء الخير مهند، ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. أسامة، آخر مرة تم تصنيف منخفض على أنه من الدرجة الرابعة كان السنة الماضية في 27/1 تحديدا وقت الثلج. صحيح. الآن في عنا منخفض عم تتأثر في المملكة بنفس الدرجة. صحيح. ماذا ينتظرنا أسامة؟ صحيح، يعني بداية هذا هو تصنيف معتمد لدينا في طقس العرب، يعني لشدة المنخفضات الجوية بهدف تسهيل مدى فهم قوة كل منخفض جوي. التصنيف يبدأ من 1 وينتهي ب5. صحيح. المنخفض الجوي ذو مستوى درجة أولى يكون دائما تأثيره نوعا ما محدود أو ضعيف إجمالا، وتأثير الدرجة الخامسة نقدر نحكي عنه هو بيكون مستوى عاصفة يعني شديدة أو قوية، ومنذ بداية التصنيف ما تعرضنا لأي منخفض جوي درجة 5. صح. إجمالا أيضا منخفضات الدرجة الرابعة هي قليلة منذ بداية التصنيف، وهي السنة ما في حتى الآن ما عندنا ولا منخفض كان درجة رابعة قبل هيك. أصلا كان في عندنا زي ما بنعرف نقص في مربعين الشتاء بوصول المنخفضات الجوية، لكن أعلى منخفض جوي تعرضنا له قبل هذا المنخفض هو كان درجة الثالثة، والآن إن شاء الله يعني إحنا على موعد مع منخفض جوي من الدرجة الرابعة. وسبب التصنيف مهند، التصنيف احنا ما بيعتمد بس على موضوع الثلج، في ثلج او ما في ثلج، هناك عدة صحيح. عوامل تعتمد على التصنيف تدخل بالتصنيف صحيح. عشان نعرف نتيجة التصنيف، منها كمية الأمطار الهاطلة، درجات الحرارة، سرعة الرياح، عدد المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي، مدة المنخفض الجوي. فالمنخفض الجوي القادم يمتاز حقيقة بكثير عوامل جوية جعلت منه يكون درجة رابعة، يمكن أهمها الأمطار. يعني احنا متوقعين انه يكون في كميه امطار يمكن تتجاوز مثلا 100 ملم في بعض مناطق المملكه خلال هذا الموسم. وهذا السبب اسامه انه احنا لما كنا عم نقرا التصنيف على موقع تقص العرب كان تصنيفه درجه رابعه مطريا. تمام. صحيح. هذا هو السبب انه هو مسمى مطريا. هو نعم، يعني السبب الرئيسي انه في امطار، كميه كبيره من الامطار. في اسباب اخرى من سرعه الرياح، يعني سرعه الرياح راح تكون تقريبا الهبات ممكن تتجاوز 100 كيلومتر ايضا يوم اليوم غدا الاثنين قبل وصول الجبهه الهوائيه، عواصف رملية في مناطق واسعة. في سبب آخر موضوع الحرارة، الحرارة هتكون متدنية للغاية، ممكن توصل للصفر، راح توصل صفر ما دون الصفر في بعض الليالي خلال هذا الأسبوع. وأيضا الفاعلية الجوية إجمالا طويلة، يعني مدة تأثير هذا الحالة الجوية هي طويلة، تبدأ من الاثنين وصولا حتى يوم الجمعة، بتترافق بأمطار، برياح، بفرص لبعض الزخات الثلجية راح نستعرضها كمان شوي، وتنتهي بموجة من الصقيع. وزي ما حكينا أيضا هذا المنخفض الجوي فيه فرصة لبعض الزخات الثلجية، وفي مناطق معينة ممكن تشهد بعض التراكمات، فبالتالي كل هاي العوامل الجوية أدت إلى تصنيفه كمنخفض من الدرجة الرابعة. فأبرز سماته إحنا زي ما حكينا عم بيخبرنا أسامة إنه في أمطار وفي عنا سرعة كميات كبيرة من الأمطار. نعم. يعني لازم نركز إنه في عنا كميات يعني حقيقة كبيرة جدا من الأمطار راح تهطل على بعض مناطق شمال ووسط المملكة. تمام. طب أسامة، كيف راح تكون التساقطات المطرية؟ عم نحكي من السمات هاي في عنا المطر، فكيف راح تكون تسلسلات الأمطار خلال الأيام؟ وأنت عم تذكر لنا إنه هذا المنخفض فترته طويلة، يعني صحيح. يعني 5 أيام راح صحيح. تكون، فكيف راح تكون التساقطات المطرية إن شاء الله؟ بكل تأكيد طبعاً في البداية هذه الليلة، يعني ليلة الأحد الاثنين، ما بنتوقع يكون في عنا أمطار، كمان الأجواء يعني راح تستمر مستقرة. غدا أيضاً خلال ساعات الصباح الباكر لسه ما في مطر راح يكون، لكن تدريجياً مع اقترابنا مع ساعات الظهر ما بعد الظهر، زي ما احنا شايفين مهند في عنا جبهة هوائية عم تتشكل في السواحل الفلسطينية، هاي الخارطة تقريبا ظهر يوم الاثنين. صحيح. بنشوف بدأت الأمطار شوي يعني تبدأ على المناطق الشمالية. لو نمشي أكثر بالأيام بالساعات الهاي، هاي مع ساعات مساء يوم الاثنين، عم بلاحظ أمطار امتدت بشكل أوسع لمناطق الشمال ووسط المملكة، أمطار غزيرة. بكرة مهند ممكن يكون في عنا زخات برادية كثيفة أحيانا، يعني مع بداية الأمطار راح يكون في عنا زخات برادية كثيفة، لكن هذا كله فترة ما بعد الظهر والمساء، زي ما احنا بنستمر بالهطولات. هاي خريطة الثلاثاء نهارا، يوم الثلاثاء. صحيح. مع العلم انه ذروة المنخفض من ناحية الهطولات هي يوم الثلاثاء، فاحنا هون بنحكي عن الذروة يوم الثلاثاء، الامطار الاعلى غزارة، بنحكي عن استمرار في الامطار لساعات، يعني هتكون الهطولات المطرية مستمرة لساعات وبغزارة عالية. زي ما احنا شايفين امطار بتكون غطت المناطق الشمالية والوسطى ووصولا حتى لبعض المحافظات الجنوبية مثل محافظة الكرك. هاي الخارطة أيضا لو نستمر مساء يوم الثلاثاء استمرار بنفس النمط، بنحكي يعني استمرار في هطول الأمطار لعدة ساعات. الأربعاء أيضا استمرار في هطول الأمطار. هذا الأمر حقيقة راح ينتج عنه في النهاية
بحسب تقديراتنا هطول كميات كبيرة جدا من الأمطار, من الأمطار بهذا المنخفض. وهاي إن شاء الله يعني متوقعين إنه يكون بإذن الله فيها تعديل للموسم المطري أو تحسين للموسم المطري. صحيح. تحديدا إنه إحنا مرقنا بفترة مربعانية كانت صعبة, خلينا نحكي نوعا ما أو جافة نوعا ما. صحيح. من ناحية الأمطار بالمربعانية انقطعت للأسف المنخفضات, لكن صحيح. زي ما كنا حكينا فكرة بالنشرات الشهرية والموسمية منذ بداية فصل الشتاء بطقس العرب حكينا إنه زخم الشتاء حيكون بخمسينية الشتاء. تمام. او راح يكون شتاء يبدا بشكل متاخر. صحيح. من الاسبوع الماضي الحمد لله تعرضنا لمنخفضين جويات الاسبوع الماضي. الحمد لله. الاسبوع الحالي تعرضنا يوم السبت لمنخفض جوي كان من الدرجه الثانيه. صحيح. الان نحن امام منخفض صراحه يعني متاملين يجلب كميات كبيره جدا من الامطار. بنرجع بناكد احنا الخرائط امامنا بتشير لانه في ساعات من الهطول المطري الغزير المستمره وكميات كبيره جدا من الامطار تنتظر مختلف مناطق المملكه خاصه الشماليه والوسطى. والوسطى بما انه في عندنا كميه كثير كميات امطار اسامه, هذا الشيء بيعني انه في عندنا ايضا فرص لتشكل السيول وجريان الاوديه والاشياء. بكل تاكيد. طب في مناطق معينه ممكن نحذر فيها او ننبه الجمهور انه ما يكونوا موجودين في هاي المناطق؟ هل العاصمه عمان راح يكون فيها هاي الهطولات الغزيره اللي احنا عم نحكي عنها وفيها سيول؟ يعني اجمالا هي المناطق الشماليه والوسطى زي ما احنا شايفين, يعني احنا هذا خط المطار, المناطق الشماليه والوسطى وصولا حتى تقريبا محافظه الكرك. تمام. هي الاكثر مناطق عرضه لهذه الامطار الغزيره, خاصه ممكن المنطقه الوسطى العاصمه عمان الشمال, هذه المناطق الاكثر عرضه للهطولات المطريه المستمره. لكن اجمالا المنخفض الجوي راح ياثر على اغلب مناطق المملكه من ناحيه الهطولات, مع تركزها بشكل اكبر في مناطق شمال ووسط المملكه والعاصمه عمان. هذه المناطق جميعها سوف تشهد باذن الله هطولات يعني ممتازة وعالية من الأمطار بإذن الله. يعني توقعات للسيول ما بتكون بس عند السهول والأودية, ممكن يعني تكون يعني هو يجب الابتعاد عن المناطق المنخفضة, يعني هذا بالضبط. مباشرة مع هيك أنظمة جوية, ودائما يكون في حالات جوية المناطق المنخفضة المناطق المعتادة اللي يتشكل فيها مثلا السيول ما فيها, يجب الابتعاد عنها خشية حقيقة لارتفاع منسوب المياه في بعض. تمام. فهو تنبيه من زميلنا أسامة من موضوع تشكل السيول, هو تنبيه جاد تحديدا في هاي المنخفضات الجويه, وتصنيف المنخفض هو عالي نوعا ما اسامه, يحتاج الانتباه والاستعداد. صحيح. تمام. اسامه ذكرت لنا من سمات المنخفض ايضا انه في عندنا رياح نشطه والرياح شديده ممكن توصل ل 100 كيلومتر. صحيح. حدثنا اكثر عن الرياح اسامه. يعني هذه الخارطه تستشعر قوه الرياح, هذه الخارطه صباح يوم الاثنين, طبعا الرياح راح توصل ذروه شدتها غدا يوم الاثنين على عكس الامطار, احنا حكينا الامطار يوم الثلاثاء. صحيح. كاعلى غزاره واعلى كميه, لكن الرياح السمة الأبرز في المنخفض الجوي الرياح يوم الغد تحديدا, يوم الثلاثاء والأربعاء هناك استمرار في نشاط الرياح, لكن ذروة الرياح ستكون يوم الغد زي ما احنا شايفين خاصة قبيل عبور الجبهة الهوائية. نعم. صحيح. معظم مناطق المملكة سوف تتعرض لهبات يمكن تصفها بالشديدة, أحيانا تتجاوز حاجز 100 كيلومتر في بعض الأوقات, زي ما احنا شايفين كثير مناطق فيها رياح شديدة راح تكون يوم الغد. غدا طقس عاصف راح يكون, يعني كل ما ندخل أكثر بساعات نهار الاثنين راح تزداد سرعة الرياح لغاية وصولنا لساعات العصر قبل عبور الجبهة الهوائية, راح يكون في عنا رياح شديدة في عموم مناطق المملكة. هاي الرياح راح تعمل تشكل موجات غبارية وعواصف رملية بشكل واضح في الطرق الصحراوية الجنوبية والشرقية من المملكة يوم الاثنين. بمشيئة الله. يعني أنت أسامة اللي عم تحاول تحكي لنا إياه وتلخيصا للكلام السابق إنه ذروة الأمطار إن شاء الله راح تكون موجودة عنا يوم الثلاثاء. من لكن طبعا في قبل هيك أمطار يوم, يوم الاثنين, لكن أشد الأمطار راح تكون يوم الثلاثاء وأشد الرياح يوم الاثنين. يوم الاثنين. صحيح. فإحنا يعني من بداية ما نتأثر في المنخفض راح تبدأ الأجواء تكون عاصفة. صحيح. يعني إحنا إذا ما تأثرنا بالأمطار راح يكون إن شاء الله في أمطار يوم الاثنين, ولكن تبدأ رياح شديدة. صحيح. فالفترة القادمة غبارية. يعني في تحذيرات واضحة للناس. صحيح. إنه من شدة الرياح وحتى من السكني لازم ننتبه بشكل خلينا نحكي جدي خلال الفترة القادمة من الرياح ومن السيول تحديدا. بكل تأكيد. يعني زي ما حكينا الرياح هي تبدأ تدريجيا مع ساعات النهار من يوم غد ومن ساعات الصباح الباكر, لكن تشتد بشكل كبير مع اقترابنا لساعات الظهر والعصر. بتضل يوم الثلاثاء والأربعاء في رياح لكن بسرعة أخف من يوم الاثنين. نعم. الأمطار تبدأ غدا إن شاء الله بعد الظهر والعصر بدءا من الشمال ثم الوسط ولاحقا بعض المناطق الجنوبية, لكن إجمالا فرص الأمطار والغزارة والاستمرارية هي أعلى بدءا من ليلة الاثنين والثلاثاء ويوم الثلاثاء. طيب أسامة حكينا شوي على الأمطار, إذا ممكن تحكينا شوي عن المناطق والتوقعات المطرية اللي قادمة إن شاء الله خلال الفترة القادمة بتفاصيل أكثر. تمام. يعني هذا المنحنى البياني بيمثل المناطق الشمالية باللون الأصفر, المناطق الوسطى باللون الأحمر, والمناطق الجنوبية طبعا المناطق الشمالية باللون الأزرق, والوسطى باللون الأصفر, والمناطق الجنوبية باللون الأحمر. نعم. يبدأ بالأيام من الاثنين والثلاثاء والأربعاء. صحيح. تبدأ الأمطار زي ما حكينا مع ساعات الظهر في المناطق الشمالية باللون الأزرق, تبدأ متوسطة, وزي ما احنا ملاحظين يوم الثلاثاء تصبح الأمطار ما بين يعني غزيرة إلى كثيفة في المنطقة الشمالية.
المناطق الوسطى تبدأ بها الأمطار تقريبا مع ساعات عصر يوم باللون الأصفر، طبعا المناطق الوسطى نعم تبدأ مع ساعات العصر، من العصر إلى المساء تبدأ في المناطق الوسطى راح تكون شمالية من البداية بالبداية ثم تنتقل المنطقة الوسطى نعم. وتصل الذروة، يعني زي ما شايفين حتى المناطق الوسطى فيها أوقات راح تكون فيها الأمطار أعلى غزارة من المنطقة الشمالية، راح تصبح الأمطار ما بين غزيرة لكثيفة مع ساعات صباح والظهر وحتى عصر يوم الثلاثاء. المنطقة الجنوبية نوعا ما الهطول سيكون بها متأخر على المنطقة الوسطى والشمالية، راح يبدأ تقريبا مع ساعات ظهر وعصر يوم الثلاثاء زي ما احنا شايفين باللون الأحمر بتشير للهطول، تبدأ أمطار متوسطة إن شاء الله، يعني هو غالبا راح يتأخر هطول الأمطار في المناطق الجنوبية، تبدأ نعم. بشكل واضح بالشمال الوسط وتصل الأمطار إلى مناطق الجنوب إن شاء الله يوم الثلاثاء إن شاء الله. سامة الأكثر تداولا والأكثر سؤالا متى الثلج والثلج والأشياء هاي، هذا المنخفض تحديداً لأنه إحنا ربطناه في المنخفض الماضي اللي كان فيه ثلوج، هل رح نشهد تساقط الثلوج وشو تفاصيل الثلوج عشان نكون المشاهد بالنسبة لنا عارف التفاصيل القادمة خلال هذا المنخفض إن شاء الله؟ على آخر منخفض تعرضنا له درجة رابعة العام الماضي نعم. وكان ب 26-27 صح، كان تساقط الثلج هو السمة الأبرز في المنخفض الجوي صحيح، كان تساقط الثلج في أغلب المناطق، لما نحكي كان تساقط الثلج وقتها على 600-700 متر نحكي مناطق كثير واسعة من المملكة صحيح. المنخفض الجوي الماضي تاع السنة الماضية كان هو ثلجي، ثلجي. بامتياز يعني صحيح. العامل الأساسي لتصنيفه درجة رابعة هو الثلج، هو الثلوج صحيح، ثلوج واسعة، ساعات من الثلوج كان هناك واضح تراكمات واسعة صحيح. معظم عمان شهد الثلج، المناطق الشمالية المناطق الجنوبية، فكان السمة الأبرز ثلج. يعني أنت ذكرت سابقا أنه في عدة عوامل لتصنيف المنخفض صحيح. السنة الماضية كان العامل الأساسي الثلج، الثلوج. اليوم نتعامل مع أمر مختلف، نتعامل في ثلج المنخفض حاله وبعض الزخات الثلجية وفي مناطق قد تشهد تراكمات، لكن هو مش السمة الأبرز. السمة الأبرز في هذا المنخفض الجوي هي الأمطار والرياح الشديدة. الثلج راح يكون في مناطق فيها ثلج تمام، لكن هذا اللي احنا بنستناه، هذا اللي بنستناه. هذا منحنى طبعا التساقط الثلجي، بما ان فرق تساقط الثلج هي عن مرتفعات جبليه عاليه مش زي الثلج الماضي كانت 600-700، احنا بنحكي عن 1200 و1100، وهالقمم هي موجوده في الشمال في قمم عجلون وقمم جرش، هذه المناطق هي معرضه ان تبدا تشهد بعض التساقطات الثلجيه بدءا يعني بشكل متقطع من ساعات يعني مساء الاثنين والاثنين والثلاثاء، تصبح فرصه الثلج نوعا ما افضل يوم الثلاثاء، لكن لا نتحدث عن ثلوج في كل المناطق، فقط قمم جرش وقمم نعم. عجلون تحديدا انت عم تحكي على 1200 متر 1100-1200 يعني هي مناطق محدوده او بعض المناطق المرتفعه في جرش وعجلون هي المعرضه لان تشهد بعض هاي الزخات الثلجيه وقد تتراكم في تلك المناطق خاصه ليله الاثنين والثلاثاء ويوم الثلاثاء. المناطق الوسطى تبدا يعني لما ينخفض مستوى التساقط الثلجي صباح يوم الثلاثاء زي ما احنا شايفين يعني بعد الساعه 6 صباحا ينخفض مستوى التساقط الثلجي ل 1000 متر زي ما احنا شايفين في هاي المنطقه تمام. صباح الثلاثاء ينخفض ل 1000 متر تصبح الان فيوم الثلاثاء احنا عم نحكي بالساعه الفتره الصباحيه نعم صحيح يصبح حينها المناطق المرتفعه فقط في العاصمه عمان مهيئه لتشهد بعض التساقطات تمام هذا اللي بدنا نوصل له يعني احنا في عندنا فتره هون صباحيه زي ما احنا شايفين تقريبا فيها التساقطات الثلوج يتدنى مستوى التساقط الثلجي ل 1000 متر طبعا 1000 متر هي مناطق جدا محدوده في العاصمه عمان عم نحكي عن مناطق واسعه نعم. الفرق باللي صار بالثلج بالفجر الماضي كان تساقط على 600-700 يعني احنا عم نحكي عن أغلب ألف اقل مستوى يعني 1000 هو المناطق الاقل ممكن الامطار مخلوطه بالثلوج ممكن تشهد زخات برد نميز ما بين البرد والثلج البرد صحيح. قد يكون هناك زخات برد كثيفه على فكره صح. غدا ويوم الثلاثاء لكن كثلج احنا حكينا يتدنى لل 1000 متر صباح الثلاثاء هذا الارتفاع موجود يعني بالقمم اللي بنعرفها مثلا بيت لال علي وخلدة وصويلح الجامعة الجبيهة نعم. يعني هذه المنطقة هي الفوق الألف نعم. معرضة أن تشهد لفترات تساقط بعض الزخات الثلجية صباح الثلاثاء هلا في حال تراكمت هاي الزخات راح يكون تراكمها محدود إجمالا في حال تراكمت فبالتالي ما بنحكي عن ثلج مش عم نحكي عن يعني ثلج ما هي مناطق محدوده فيها تمام. تساقط تراكم ثلوج وفيها تراكمات اللي هي المناطق الشماليه يعني ولاحقا في بعض المناطق الجنوبيه هلا بنحكي عنها تمام. لكن مثلا بما يتعلق بالعاصمه عمان هي ساعات زي ما حكينا نعم انت عم تحكي تقريبا ساعات الصباح صباح حتى شده الهطولات ممكن تكون عم بتزيد ممكن عم بتكون بتزيد صحيح اللي هي 1000 متر 1000 متر و1000 متر يعني محدوده في العاصمه عمان مش مناطق واسعه صح يعني اغلب مناطق عمان هي اقل من 1000 متر صحيح. بعض الاحياء بالعاصمه عمان بتزيد عن 1000 بتزيد عن 1000 متر وهي المتوقعه تشهد تساقطات توصل خلال ساعات الصباح يعني خلال ساعات صباح الثلاثاء حتى ساعه الظهر بعدين بيرجع بيرتفع مستوى التساقط زي ما احنا شايفين يعني هون نعم. على الظهر يوم الثلاثاء بيرجع بيرتفع مستوى التساقط بيرجع بيقتصر كمان مره على جبال جرش وعجلون العاليه ما هي بتوصل حوالي من بين 1100-1200 في كمان فتره ثانيه ممكن يرجع يدنا فيها مستوى التساقط الثلجي كمان يوم مره الأربعاء. يوم الاربعاء كمان مره خلال نفس الفتره الصباحيه راح يرجع نعم. يدنا كمان مره مستوى التساقط الثلجي فبالتالي نفس القمم بالعاصمه عمان هي مهيئه لان تشهد كمان مره زخات ثلجيه صباح يوم الأربعاء.
فبالتالي هي يعني فرص تساقط الثلج. طبعا لاحقا مع ساعات عصر يوم الثلاثاء والاربعاء راح يمتد الهطولات للمناطق الجنوبيه، بتصير المناطق المرتفعه في جنوب المملكه ثم المرتفعه بالكرك والطفيله معرضه تشهد برضه تساقط الثلوج في تلك المناطق، مثل منطقه المزار، مؤتة، جميع هاي المناطق معرضه تشهد تساقطات ثلجيه بدءا من عصر ومساء يوم الثلاثاء. فبالتالي مهند هي التفصيل، الثلج في مناطق مش ثلج، هو هذا المهم مسمى انها مش ثلج جاي، هو منخفض مطر بالدرجه الاولى. نعم، بنركز على المطر كونه يحمل كميات كبيره جدا من الامطار. صحيح، في بعض المناطق قد تشهد تساقط ثلج وربما تراكمها خاصه في قمم جرش وعجلون ولاحقا بعض المناطق الجنوبيه. صحيح، العاصمه عمان، بعض احياء العاصمه عمان موعد مع بعض التراكمات اسامه ان حصلت محدوده بالعاصمه عمان، حتحصل محدوده في العاصمه. صحيح، في فرصتين. نعم، في الفرصه الاولى هي صباح يوم الثلاثاء زي ما شايفين بدنا مستوى تساقط ثلج، وفرصه اخرى هي صباح يوم الاربعاء بنفس الاوقات تقريبا، هي صباح الثلاثاء وصباح الاربعاء كفرص زخات ثلجيه في العاصمه عمان. تمام أسامة، احنا حكينا عن الامطار، حكينا عن الرياح، ونبهنا انه في عندنا امطار وفي عندنا رياح، وفي عندنا الان انت عم تخبرنا انه في عندنا تساقطات للثلوج وممكن تدنى ل 1000 متر وترجع ترتفع، وهي طبعا مناطق محدوده. ايوه، يعني مش ثلج مش ما حصل مثل لا يشبه ابدا ما حصل 27/1 السنه الماضيه اللي احنا اصلا مستنيين. يعني 27/1 كان النمط الجوي كله مثلج، يعني حتى بلش المنخفض ثلج من بدايته، يعني من الساعه الاولى المنخفض الجوي كان الثلوج. صح، المنخفض الحالي راح تسبقه كميات كبيره جدا من الامطار، لكن زي ما حكينا في قمم معينه في مناطق جدا معينه قد تتعرض لبعض الهطولات الثلجيه زي ما شرحناها قبل قليل. تمام اسامه، قبل ما نختم توصياتك تحديدا في ظل هذا المنخفض، لانه في عندنا فتره طويله وعندنا امطار وعندنا رياح شديده، فكيف ممكن ننبه الاشخاص اللي عم بتابعونا تحديدا خلال الفتره القادمه والايام القادمه ان شاء الله؟ يعني في البدايه بدنا مع بدايه صباح يوم الغد الاثنين ووصولنا لساعات ظهر وعصر يوم الاثنين. نعم، بدنا ندير بالنا من الرياح القويه والشديده. صحيح، وما يرافقها حقيقه من تشكل عواصف رمليه وغباريه على الطرق الصحراويه. فهذا التحذير راح نبدا في يومنا يوم الغد، وهو خطر شديد سرعة الرياح ممكن تتجاوز هباتها 100 كيلومتر بالساعة. تمام، لاحقا بعد العصر راح يبدأ تساقط أمطار ظهرا وعصرا، الأمطار راح تكون غزيرة مساء الاثنين والاثنين والثلاثاء ويوم الثلاثاء، بالتالي نحذر من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه على الطرقات، وننصح بالابتعاد عن المناطق المنخفضة. وأيضا يعني ليلة الاثنين والثلاثاء وصباح الثلاثاء راح تبلش يشهد بعض الجبال العالية أو القمم المرتفعة اللي حددناها تساقط للثلوج، يعني ننصح بتوخي اقصى درجات الحيطه والحذر بالقياده على تلك الطرقات في حال حدوث يعني اي تراكمات او انزلاقات على الطرق. صحيح، وايضا يعني اجمالا فتره تاثير المنخفض الجوي تمتاز بالبروده، يعني خاصه من يوم الثلاثاء وحتى نهايه الاسبوع راح يكون في بروده كبيره باردة جدا على الاجواء، فبننصح الجميع بالتعامل الامن والسليم لوسائل التدفئه. وايضا يعني الامر الاخر، هناك راح يكون احيانا ضباب على الجبال العالي بفعل يعني السحب المنخفضه، بدنا ندير بالنا بالقياده بالحذر على طرق المرتفعات الجبليه. صحيح، يعني ممكن يكون في تدني لمدى الرؤيه الافقيه. في تدني بسببين، في تدني او هي بثلاث اسباب، في عندنا ضباب كثيف على الجبال، في عندنا ببعض الطرق الصحراويه غدا عواصف رمليه، واحيانا قد يتدنى الهطول مستوى الرؤيه الافقيه بفعل الامطار الغزيره. ما شاء الله، يعني اسامه شكرا لوجودك معنا وشرحت لنا كل هاي التفاصيل، نتمنى السلامه للجميع. هذا كانت تفاصيل المنخفض القادم بمشيئه الله، نتمنى لكم السلامه. بتقدروا تزوروا موقع طقس العرب لمزيد من التفاصيل، وان شاء الله نلتقي معاكم في احاطات اعلاميه قادمه، ودمتم في امان الله. شكرا اسامه. شكرا لك. شكرا بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبه واولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.